السلام عليكم احبابي، شخباركم؟ بغيت نقول لكم باش تسناوني في لابليكاسيون الو ماي ستار، غادي نكون فيها ان شاء الله قريبه منكم اكثر. كنبغيكم بزاف وكم بسكم بوسه كبيره. بتسكت ممكن تستعملوا باش تواصل مع اي فنان مشهور عزيز عليك وكيعجبك مباشره مكالمه فيديو، ولا يقدم لك اداء خاص ديك. اول حاجه باش نبقاو قرابي لبعضياتنا، وثاني حاجه ان نسبه كبيره من الارباح ديال هاد لابليكاسيون كتمشي في اعمال خيريه، وانا جد سعيده انني نكون فيها. السلام عليكم حبايبي، معكم الارتيست سيمادي. انا حاليا اللي بغيت نلقى معايا تواجد في لابليكاسيون. اليوم عندكم واحد الفكره خطيره جدا وسابقه اولى بالنسبه للمغرب وبالنسبه للفنانين المغاربه. ممكن تواصلوا معايا، لكن بواحد الشرط اللي هو بسيط ان شاء الله غيكون فيه التقنين. اللي بغى يتواصل معايا واللي بغى شي ديديكاس ديالي او عيد الميلاد ديالو او اللي كتجمع العائله الفنيه الكبيره مع لي فانز والمحبين فين ما كانوا وفين ما تواجدوا. حنا هنا في هاد لابليكاسيون باش نجاوبوا على اسئلتكم ونعيشوا معكم افراحكم ومسراتكم، والفلوس اللي غادي نجمعوها حنا